عملية استخبارية خطيرة تم تنفيذها على الأراضي العراقية صباح هذا اليوم، وهذه العملية الاستخبارية أدت إلى اغتيال عنصر استخباري خطير وكبير تابع لطرف آخر، وهذا الطرف هو حزب العمال الكردستاني. من كشف عن هذه العملية بشكل واضح هي استخبارات أو جهاز الاستخبارات التركي MIT، وكانت وكالة الأناضول التركية نشرت جميع التفاصيل، هي وعدد من الوكالات التركية التي تحدثت بأنهم تمكنوا من عملية اغتيال أحد أكبر المسؤولين في المخابرات الخاصة بحزب العمال الكردستاني في العراق. وفي حقيقة الأمر بعض الوكالات التركية تحدثت بأن العنصر الذي قتل وهي فاطمة أونور هي مديرة أو رئيسة أو مديرة مخابرات حزب العمال الكردستاني. وعلى هذا الأساس أكدت التفاصيل التي نشرت على وكالة الأناضول بأن كانت هنالك معلومات تحصلت عليها الاستخبارات التركية بأن مديرة مخابرات حزب العمال الكردستاني كانت موجودة في جبال قنديل، وكانت تخطط لعملية انتقال من جبال قنديل إلى سنجار بهذا الشكل، وكان هنالك تغيير في طبيعة المنصب المعروفة هي به، وجعلوها كمسؤولة مالية من أجل التغطية على طبيعة تحركاتها. قد يكون هذا بسبب لإبقاء الأمور السرية، خاصة وأنها تنتقل من مناطق حكومة إقليم كردستان هنا في شمال العراق باللون الأصفر لتدخل إلى المناطق باللون الأحمر، وهي مناطق ونفوذ سيطرة الحكومة الاتحادية. على هذا الأساس كانت هنالك رقابة كما صرحوا، وبدأت هذه الرحلة بالنسبة إليها لهذه لفاطمة أونور، وبمجرد ما أنها بدأت تقترب من منطقة سنجار أكدوا بأن الوكلاء الخاصين بالاستخبارات التركية كانوا حاضرين، كانوا يراقبون هذه العجلة، يراقبون التحركات، ووضعوا مباشرة وكانوا واضحين في مسألة الإحداثيات وأعطوا الإحداثيات الدقيقة لهذه العربة أو هذه السيارة، وبمجرد ما وصلت إلى سنجار استهدفت بدقة وقتلت مديرة المخابرات طبعا التركية، وهذا كان نجاحا كبيرا، أو مديرة عفوا المخابرات لحزب العمال الكردستاني تمكنوا من اغتيالها. وعادة هذه العمليات تتم بالطائرات المسيرة، وهي طائرات البيرقدار، هي تقريبا بنسبة عالية للغاية هي التي تقوم بمثل هذه العمليات المهمة للغاية بالنسبة إليهم، وبالتالي كانت هي هذه التفاصيل التي عملوا عليها. بل إنهم لم يكتفوا بذلك، نشروا حتى صورة عملية الاغتيال التي جاءت على هذه المديرة المهمة في مخابرات حزب العمال الكردستاني، وبالتالي اعتبرت المخابرات التركية هذه مسألة مهمة وإنجاز حقيقي حققوه. الجيش التركي لم يتوقف إلى هذا الحد، فوزارة الدفاع التركية اليوم تحدثت عن عمليات برية تركية مستمرة في شمال العراق. على سبيل المثال بهذا الشكل أكدوا بأنهم تمكنوا من تحقيق نجاح في إحدى المناطق أو في مناطق عمليات قفل المخلب التي تأتي هي في حقيقة الأمر في مناطق مهمة جدا في منطقة جبل متينة التي تأتي إلى شمال العراق في إقليم كردستان. طبعا قالوا بأنهم قتلوا 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني، ونشروا مقاطعا أيضا للعمليات البرية التركية التي يقومون بها على ما يبدو ضد إحدى النقاط لحزب العمال الكردستاني. أيضا نشروا بعد ذلك، تحدثون عن وزارة الدفاع التركية بأنهم مستمرون في عملياتهم البرية في مطاردة حزب العمال الكردستاني في مخابئهم كما يتحدثون، وهنا في جبال الزاب تحديدا نشروا هذا المقطع للعمليات وكيف أنهم يقومون بهذه العمليات. لاحظ عمليات واضحة جدا بمطاردة حزب العمال في مخابئهم بهذه الطريقة، وهذه جبال الزاب التي ترونها التي طبعا يمتلكون نفوذا كبيرا فيها ويطاردون حزب العمال الكردستاني. السؤال الذي يطرح، ما الذي ستفعله الحكومة العراقية من أجل مواجهة العمليات العسكرية التركية؟ كيف ستوقف الحكومة العراقية هذه العمليات الكبيرة، خاصة وأن عملية الاغتيال التي تحدثنا عنها التي قامت بها الاستخبارات التركية ضد مديرة مخابرات حزب العمال الكردستاني تمت في سنجار، وسنجار تعتبر من مناطق نفوذ الحكومة الاتحادية، وإن كان حزب العمال الكردستاني موجود، ما الذي ستفعله الحكومة العراقية، خاصة وأن استراتيجية إيقاف التدخلات والهجمات العسكرية على العراق
تبدو وكأنها واضحة الآن، بدت معالم الاستراتيجية واضحة للحكومة العراقية الجديدة، وذلك من خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني إلى إيران يوم أمس. التقى بالرئيس الإيراني، التقى بالمرشد الأعلى الإيراني، وكان واضحا في خطابه بأنهم والحكومة العراقية لن تسمح لأي طرف كان أن يستخدم الأراضي العراقية من أجل تهديد وزعزعة أمن دول الجوار ومنها إيران بشكل مباشر، مما يوضح بأن الحكومة العراقية عازمة على مواجهة الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان. وطبعا هذه التفاصيل هي ليست غريبة وليست شيئا لأول مرة نسمع عنه، بل كانت العربية الجديدة على سبيل المثال نشرت تفاصيل مهمة في 28 نوفمبر، قبل يومين، أي قبل يوم من زيارة رئيس الوزراء العراقي، ووضحت بأن هنالك اتفاقا بين حكومة إقليم كردستان وحكومة بغداد لمواجهة الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، على سبيل المثال إغلاق مقارهم في أربيل، في السليمانية، أيضا تفتيش مخيماتهم، توزيع حرس الحدود من القوات العراقية وقوات البيشمركة وغيرها من التفاصيل. ويبدو بأن إيران سعيدة بهذه التفاصيل وأن هنالك اتفاقا، وهذا يوضح أن إيران لن تقصف إقليم كردستان مرة أخرى، وينتظرون من العراق أن يتخذ خطوات إيجابية، مما يبدو أنه كان حاضرا من السيد محمد شياع السوداني وما قدمه من عرض، كيف أنهم سيوقفون عملية تهريب السلاح على سبيل المثال من هذه الأطراف المعارضة كما تدعي إيران إلى الداخل الإيراني. وهنا ما يطرح، وهنا السؤال الذي يطرح، هل الحكومة العراقية ستواجه حزب العمال الكردستاني لإيقاف العمليات العسكرية التركية، خاصة وأن تركيا تقول لو كانت الحكومة العراقية تهاجم وتواجه حزب العمال الكردستاني لما تدخلنا في هذه المنطقة، لكن لا مواجهة نهائيا، وعلى هذا الأساس نحن مضطرون لمواجهتهم. ويجب أن ننتبه بأن حزب العمال الكردستاني قد تكون المهمة ضده صعبة للغاية، لأن المونيتر على سبيل المثال كشفت خلال هذا العام في مايو كما تلاحظون بأن الفصائل المسلحة المقربة من إيران تدعم وتتعاون بشكل مباشر حزب العمال الكردستاني وتقدم لهم الغطاء. كذلك الواشنطن انستيتيوت في عام 2017 وضحت بأن هنالك ترابطا وعلاقة مستمرة بين إيران وبين حزب العمال الكردستاني، وهذا قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في إقليم كردستان. وواضح نتحدث عن عمليات برية وغيرها، وبالتالي الحكومة العراقية أمام اختبار كبير ليس فقط ضد الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة في إقليم كردستان والإجراءات التي طرحتها، وإنما أيضا مع حزب العمال الكردستاني. هل ستتم مواجهتهم؟ أمر يجب أن ننتظر ونرى ما الذي سيحدث من خلاله. ولكن بالنسبة لتركيا الآن، ومع هذه عملية الاغتيال التي قاموا بها بسنجار الاستخبارات التركية عندما اغتالت فاطمة أونور مديرة مخابرات حزب العمال الكردستاني، هي تأتي في لحظات استنفار كبيرة جدا من تركيا انتقاما لما قامت به أحلام البشير في 13 نوفمبر الحالي في إسطنبول، انفجار كبير أدى إلى قتلى وجرحى وظهرت بهذا الشكل، وصورها كانت واضحة للجميع كما نشرتها تركيا. ألقوا القبض عليها طبعا الأتراك وقالوا بأنها كان قد تم توجيهها من قبل وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، وبعدها بدأوا بعملية المخلب السيف التي هي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. كانت هنالك شكوكا على تركيا في مسألة أحلام البشير وإلى من تنتمي وحدات حماية الشعب الكردية، قوات سوريا الديمقراطية، قالوا لا علاقة لنا بها. ولكن قبل يومين تركيا نشرت عددا من الأدلة الأخرى، أظهرت أحلام البشير وبجانبها شخص آخر، هذا الشخص الذي ترونه قالت تركيا بشكل واضح بأنه هو الذي سلمها القنبلة التي فجرتها أساسا في إسطنبول، أي هو الذي كان ينسق الأمور لها وهي كانت العنصر المنفذ، وكانت هنالك صورة أخرى له ووضحوا أن هذا الشخص هو نفس هذا الشخص، وهذا الشخص هو عنصر في الـ YPG وهي وحدات حماية الشعب الكردية. وبالتالي أصبح الاتهام واضحا. بعد ذلك تركيا قالت لن ننتظر أحدا، لن نسمع لأحد بعد الآن، في إشارة للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ومعارضتها للعملية العسكرية التركية التي تود القيام بها في سوريا. لن ننتظر أحدا أبدا وسننفذ الخطة التي نبحث عنها، ألا وهي المنطقة الآمنة في شمال سوريا على مسافة 30 كيلومترا لكي نؤمن المنطقة، لكي نمنع
وحدات حماية الشعب الكردية من استخدام الأراضي السورية ضدنا، وبالتالي هنالك خطر كبير للغاية يأتي تجاه هذه المنطقة. الميدل إيست آي البريطانية يوم أمس نشرت تفاصيلا مهمة للغاية، مع العربية الجديد أيضا نشرت تفاصيلا تحصلت عليها من مصادر تركية دبلوماسية خاصة ومطلعة عن طبيعة العملية العسكرية وكيف ستتم، ما الذي ستفعله تركيا في هذه العملية. وبالتالي إذا ما ألقينا نظرة على هذه المناطق، هذه هي شمال سوريا التي ترونها الأهداف الأساسية بحسب ما نشرته الميدل إيست آي، أكدت بأن أولى هذه العمليات، العمليات ستأتي على ثلاث مناطق، أولى هذه العمليات هي ستكون هنا في تل رفعت، ستكون هذه هي العملية الأساسية التي ستبدأ بعد أيام من الآن. العملية الثانية هي ستكون على عين العرب كوباني من أجل إغلاق هذه المنطقة، والعملية الثالثة ستكون على منبج، أي بما معنى بأن المنطقة يجب أن يكون شكلها بهذا الشكل بعد السيطرة عليها. وطبعا بالنسبة لتركيا هي كانت واضحة، قد أعطت مهلة كما أوضحت الميدل إيست آي، أعطت مهلة للروس، وكذلك أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأننا لا مشاكل لدينا معكم، أنتم لستم مستهدفون أبدا، ولا حتى النظام السوري مستهدف في هذه القضية. المشكلة تأتي مع وحدات حماية الشعب الكردية، وحدات حماية الشعب الكردية يجب أن تخرج من هذه المناطق، منبج وكذلك عين العرب كوباني، اطلبوا منهم أن ينسحبوا، وطبعا طلبوا أيضا من الجيش العربي السوري أن ينسحب من هذه المناطق، اسحبوا هذه الأطراف ودعونا نتقدم ونسيطر على هذه المنطقة. والفصائل المعارضة طبعا التي هي مدعومة من تركيا هي التي ستتقدم إلى هذه المناطق وستسيطر عليها، ولا داعي للحرب يا أيها الروس. ولكن المهلة هي عبارة عن أيام بسيطة، وتحديدا فيما يتعلق في تل رفعت، وإن لم تتم هذه العملية بحسب ما نشرته طبعا الميدل إيست آي البريطانية، أكدت تركيا لن تنتظر أحدا وستتقدم إلى تل رفعت، وهذا يعني بأننا أمام معركة كبيرة للغاية إن لم يتم تنفيذ هذا المطلب. وبالنسبة لتل رفعت هنالك محورين تم الحديث عنها من قبل الميدل إيست آي وكذلك العربية الجديد، تحدثت بأن المحاور التي ستستخدمها تركيا وحتى الفصائل المعارضة الموجودة هناك والتي يطلقون أيضا عليها الجيش الوطني السوري أو الجيش السوري الحر، سيستخدمون محورين في الهجوم على تل رفعت. هذه تل رفعت التي ترونها التي تتواجد فيها وحدات حماية الشعب الكردية وكذلك عدد من جنود من الجيش السوري، بالتالي سيكون هنالك الهجوم قادما من مارع، هذا هو المحور الأول، إلى الشيخ عيسى، وبالتالي يأتون ويهاجمون خاصرة تل رفعت من هذه المنطقة. أما المنطقة الأخرى فهي منطقة إعزاز، وبالتالي من محورين سيكون الهجوم قادما على تل رفعت. والواضح بأن تركيا بدأت تعبد الطريق للتقدم من خلال قصف كبير للغاية تتعرض له هذه المنطقة. قبل ثلاثة أيام كانت هنالك ضربة كبيرة جاءت على هذه المنطقة التي ترونها وهي مرعناز من أجل التمهيد للتقدم وتعبيد الطريق للتقدم. دعونا نذهب إلى هذه اللقطات الكبيرة التي جاءت من هذه الضربات. لاحظ هذه قبل ثلاثة أيام في مرعناز، كما تلاحظون المنطقة مدمرة تماما والمنطقة ليس فيها أحد، ليس فيها بشر نهائيا. وإذا ما ألقينا نظرة على عدد من الصور المهمة التي جاءت من نفس هذا الموقع سنلاحظ، دعونا نلاحظ ما الذي جرى هنا من هذه الضربة وما الذي تعنيه. هنا كما تلاحظون المبنى الأول، الواضح بأن هذا هو المبنى الذي ضرب، هنا مبنى ثاني، هنا مبنى ثالث، وهذا طريق كما ترون، وهنالك مسافة بين هذه المباني الثلاثة حتى تصل إلى مباني أخرى منجمعة سوية. هذه هي اللقطة الأولى. واللقطة الثانية التي جاءت من المقطع المصور الذي تحدثنا عنه، فالواضح تماما بأننا أمام طريق هنا، ليس هنالك خلاف على هذا الأمر، ونحن أمام فجأة مبنى هنا، هذا مبنى أول وهذا مبنى ثاني، وبعد ذلك بمسافة يأتي مبنى ثالث، وهنالك مباني هنا بهذا الاتجاه. وواضح بأننا عندما نلاحظ هذه المنطقة قد يقول البعض بأنها مدمرة، لم يكن هنالك أحد من خلال هذه الضربة، ولكن من خلال العجلات، من خلال المقطع أساسا، واضح بأن هنالك من انسحب من هذه المنطقة، هنالك حركة، والحركة يبدو بأنها عسكرية وتابعة لوحدات حماية الشعب الكردية. إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي
معي لكي نلاحظ هذه المنطقة. لنتوجه مباشرة إلى حلب، إلى مرعناز مباشرة. هذه هي حلب التي ترونها. لنتجه إلى أعزاز ومرعناز. أعزاز هذا هو المحور الذي سيتم منه الهجوم، وهذه هي طبعا منطقة مرعناز التي ترونها. وبالتالي إذا ما قمنا بالتفافة بسيطة إلى الشمال لنقترب من هذه المنطقة، نهاية الطريق فيها مسافة. لنوضح الصورة قليلا الآن، لنتوقف هنا. سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات، هذا هو المبنى الأول، وهذا هو المبنى الثاني، وهذا هو المبنى الثالث، وهذا هو الطريق الواضح، وهنا مسافة، وتأتي المباني التي تحدثنا عنها التي كانت واضحة في الصورة. اللقطة الأخرى ستؤكد لنا كل شيء. لنأخذ اللقطة الأخرى التي كانت اللقطة الأخيرة التي وضعنا عددا من الإشارات عليها. بالتالي بالنظر إليها الآن ستشاهد فجأة بأننا فعلا أمام مبنيين هنا، هذا هو المبنى الأول، وهذا هو المبنى الثاني، وهذا هو المبنى الثالث الذي كان ظاهرا وكأنه قريب من هذا المبنى، ولكنه في حقيقة الأمر من الزاوية الملتقطة أنه أبعد من هذه المنطقة. وطبعا هذا هو الطريق الذي كانت فيه العجلات واضحة مع هذه المباني. وبالتالي هذا يوضح بأن هذا المبنى تحديدا هو الذي ضرب. هذا كله تأكيد على طبيعة الضربة الكبيرة التي جاءت التركية على هذه المنطقة. هذا هو المبنى الذي دمر، والواضح بأن هذا المبنى كان يستخدم لعملية الاستطلاع لمحور إعزاز والتقدم الذي تبحث عنه الأطراف المعارضة السورية الموجودة طبعا في هذه المنطقة المهمة للغاية، بأنهم موجودون هنا في مرعناز ويراقبون كل صغيرة وكبيرة. لماذا يراقبون من هذه المنطقة المدمرة؟ لأن هنالك طبعا قوات موجودة في هذه المنطقة من قوات وحدات حماية الشعب الكردية، الواضح بأنها تريد أن تجمع معلومات. هي متوزعة في هذه المنطقة كطوق في هذه المنطقة. هذه هي تل رفعت، هم يحاولون الاستعداد مع الجيش السوري، مع بعض الفصائل المسلحة المقربة من إيران أيضا وصلت لهذه المنطقة، ويجب علينا لا نستغرب مما ممكن أن يكون قادما. وبالتالي إعزاز سيكون منها تقدم، وكذلك سيكون هنالك تقدما بحسب التفاصيل من ميدل إيست آي البريطانية والعربية جديد كذلك، بأن أيضا التقدم سيكون هنا من هذه المنطقة التي تحدثنا عنها، وهي مارع التي تأتي في خاصرة المنطقة. الكل ينتظر، الكل يترقب ما الذي سيحدث. ولكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة، بساعات قليلة كان هنالك تحركا مثيرا، تحرك المثير قادم من الجيش الروسي فجأة الذي يتفاوض مع تركيا. قالوا بأن هذه طبعا تناقلتها الكثير من الوكالات السورية، بأن هذا الرتل الروسي الذي ترونه ذهب إلى تل جبيل. هذه المنطقة هي موجودة على بعد 13 كيلومترا جنوب تل رفعت، وبأن هذا الرتل يتقدم مباشرة اتجاه تل رفعت. وبالتالي هذا يعني بأن هنالك مشكلة لتركيا، بأنها لن تتمكن من التقدم بهذه السهولة لهذه المنطقة. الأهم في هذه القضية كلها بالنسبة لتركيا، يجب أن تنتهي هذه المهمة على أقل تقدير في إغلاق المنطقة التي تحدثنا عنها بهذا الشكل. ويبدو بأن مرحلة إغلاق منطقة القامشلي وغيرها ستكون في فترات لاحقة. هذه هي المناطق الثلاثة الأهم، والواضح بأنها يجب أن تنتهي قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا في يونيو القادم من العام القادم. وبالتالي ستكون الأحداث ساخنة للغاية في سوريا، والأحداث ساخنة أساسا في الداخل العراقي، وأسئلة كثيرة تطرح مما سيحدث في المستقبل بكل تأكيد.